هنيئا لفريق الوداد الرياضي ببطولة هذا الموسم، هنيئا كذلك لأولمبيك خريبكا بلقب وصيف البطل، هنيئا لمولودية وجدة والاتحاد طنجة بالصعود للقسم الوطني الأول، حظ موفق لشباب أطلس خنيفر واتحاد زمر الخميسات الذين لم يتمكنوا من مواصلة المشوار بالقسم الوطني الأول وبالتالي نزلوا للقسم الوطني الثاني. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء المباشر، على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله، إلى اللقاء.